bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. نجاحات أيضا بالنسبة للنادي. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. بيلينغهام لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. يا في المرمى لتحقيق الفوز، ويجب الحفاظ عليها حتى سماع صافرة النهاية. الخطورة، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. كان ضاعت فرصة متاحة وخطيرة. جدا ديمبلي يتلقى الكرة والتسديد، ابعاد ناجح للكرة. نايمار، ديفيس. الإثارة في المباراة، خلينا نتوقع ان كل شيء ممكن، وارد ان تقلب الطاولة في اي وقت. كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه زكريا، يلعب كرة على اليسار، بينية جميلة. نايمار، هل يمكن أن يستغل الفرصة؟ لعبة جميلة، تسديدة أجمل. الكرة، أي دقة، أي ضربة، صعبة 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 على الحارس. يلعبها في المساحة. هيونغ مين سون، برناردو سيلفا. هيونغ مين سون، محاولة في منتهى الروعة، لكن كانت تحتاج. جلاب. شوية حظ، شوية حظ. ليونيل ميسي معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. يلعب كرة، كرة راسية في أفضل مكان، لكن سيبدأ الشوط الثاني الآن. ميسي ممتاز في التمرير، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. تصد ولا ترد، عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة، متفوقون بفارق هدف واحد. جواو كانسيلو، ميسي يلعبها على اليمين. عثمان
عثمان ديمبلي. عدت الكرة. جابرييل ماغالايس يرسلها للجانب الآخر من الملعب. لمسة بينية. مساحة خالية على الجانب. يقطع الكرة. كامافينجا يبعد الكرة عن مناطقه. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يلعب الكرة إلى المنطقة. ديمبلي. اعتراف في وقت مثالي. أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. بيلينغهام بينية رائعة. تمريرة جميلة تخترق الدفاع. ها هي التسديدة. الكرة الخطيرة. الحريف. خلاص يمكن القول أنهم ضمنوا حسم هذا اللقاء بالتأكيد. دوبيك. كرية واحدة كانت في الجانب الآخر. لعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. مهارة غير عادية بالكرة. وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة. كانت مباراة مذهلة. أداء رائع. إثارة حقيقية شاهدناها في عودتهم من التأخر بالنتيجة.